بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل الفاصوليا، سلطة الفاصوليا الخضراء بالصويا صوص. صويا صوص هي حاجة أكلة صيني شوية بس ظريفة جدا. أنا غليت مية عشان ما أطولش عليكم، ودي فاصوليا خضراء، والفاصوليا الخضراء دي حضراتكم إحنا قاطعينها من الجنينة بتاعتنا، تمام؟ وانا عملت فيديو وانا بقطع بقطف في الفاصوليا الخضراء دي مغسوله ومحطوطه في التلاجة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. انتوا ممكن تزرعوها عندكم في السطح او في البلكونه، اللي ممكن تزرعوها حضراتكم في، عارفين الصناديق الخشب، تبطنوا الصندوق الخشب اللي هي بتاع الفاكهه، تبطنوه باكياس، تحطوا فيه خليط من الرمل والطين والبطمس والكمبوست وخليط وتزرعوا. ممكن تعملوا 3 4 صناديق. انا بقول لكم الفكره دي لان انا فعلا عملتها في حاجات كتير. تعملوا 3 4 صناديق وتزرعوا فيها الخضروات اللي انتوا عايزينها، تزرعوا فيها فراوله، تزرعوا فيها فاصوليا، وزي ما وريت لحضراتكم الفيديو بتاع زراعه الفراوله. فدلوقتي حضراتكم زي ما انتوا شايفين اهي، دي فاصوليا اورجانيك ما شاء الله، وعلى فكره انتاجها رهيب. بسم الله هنحط قرون الفاصوليا. يعني الفاصوليا عايزه اقول لكم الشجيره الواحده بتطلع كل يوم بسم الله ما شاء الله يمكن 10 15 قرن يعني. فاعملوا الحكايه دي. والفاصوليا اليومين دول غاليه ب 25 جنيه عندنا في السوق المصري، فتخيلوا بقى. شوفوا بسم الله ما شاء الله. هنحط الفاصوليا هنا، هنسيبها تتسلق على النار كده حوالي 10 دقائق، تمام؟ وعقبال ما هي بقى ايه تاخد راحتها، هنعمل بقى ايه الصويا صوص. استنوا هنا اهو، زي ما حضراتكم شايفين ده صويا صوص، تمام؟ النوع ده انا صراحة جايباه من بره، اوكي؟ هو تقريبا مش عارفة من اسيا، شرق اسيا، حاجة زي كده. اي صويا صوص انتوا عايزينه ممكن تعملوه بخل لو ما عندكمش صويا صوص، تمام؟ وحطيت في هنا اهو، كان في فاضل فيها حوالي مثلا نص كوباية صويا صوص او نص كوباية خل براحتكم. حطيت فيها معلقتين كبار سكر، وهنا هو ليمونة، عصير ليمونة كبير، تمام؟ هنحطهم على بعض بسم الله زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزين تكتروا الليمون تكتروا براحتكم. ودون زيت زيتون حضراتكم مصري جميل جدا من مرسى مطروح، طبيعي اورجانيك، ماشي؟ حاجة يعني خير بلدنا زي ما بيقولوا. هنحط حوالي ربع كوباية زيت زيتون، تمام؟ انا كنت حاطه هنا فعلا يعني من الاول، اوكي؟ بسم الله. حلوة قوي وظريف. دي اكلة المفروض انها اكلة اسيوية، دقتها في مطعم فكانت عجبتني فعرفت الفكرة. هناخد كل الحاجات دي بقى، هنحاول نعملها تتجانس مع بعض كده. وبعد كده على فكرة هنحط سمسم. انا مش هطول عليكم، ها يعني هي ايه بتاع دقيقتين ثلاثه هفضل ارجعها لحد ما يتجانسوا وتكون الفاصوليا استوت. استنوني. زي ما حضراتكم شايفين هنا هو انا جبت ورق خس او كابوتشي عشان بقى يبقى اسيوي بقى، وحطيت سمسم. ويا سلام بقى لو كان عندك شويه فول سوداني، ما تعملهمش مطحون يعني نص كسره كده، وتسيبي كام واحده كده صحاح عشان خاطر زي ما ايه، زي ما انا اكلتها بالظبط، لان هما بيحبوا يحطوا في معظم الاكل بتاعهم فول سوداني وسمسم. انا عايزه اوريكم قبل ما الفاصوليا تستوي شكل الصويا صوص اللي انا عملتها. بصوا حضراتكم بسم الله، تمام؟ تحسوا انها بقت سميكه نوعا ما شويه من الرج اللي قعدنا نرجه وزيت الزيتون اللي فيها، تمام؟ انا حطيت معلقتين سكر كبار، حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع او نص كوبايه صويا صوص، ممكن تستبدليها بخل. وحطيت سمسم، وحطيت حوالي ربع كوبايه زيت، تمام؟ وبترجيهم مع بعض في قلب بطرمان او ازازه. والخليط ده على فكره ممكن تعملوه، عايزه اقول لكم لو فاصوليا بيضه اسلقوا الفاصوليا البيضه، واللوبيا اللي هي معين سودا دي اسلقوها وحطوها وحط عليها دون بردك، بيستخدموها في قلب السلطات بتاعتهم، يعني بيدي حاجات حلوه. ممكن البصل يا جماعه، هما بردك بيفضلوا بيقطعوا البصل الاخضر او البصل الاحمر شرايح وبيحط عليه الصوص ده. انا حبيت بس اوريكم قبل ما ايه الفاصوليا تستوي عشان اوريكم الشكل النهائي. هبصوا الجمال. وعايزه اقول لكم ان البصل ده احنا بردك انا زرعاه تحت، تمام؟ فاستنوني هنشوف الشكل النهائي بعد ما الفاصوليا تستوي.
زي ما حضراتكم شايفين الفاصوليا كده بقالها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق على النار، خلاص هي تمام كده اهون. مش عايزاها تتهري قوي ومش عايزاها تبقى ناشفه قوي، يعني عايزين زي ما هما بياكلوها بتبقى تحس بيها تحت وانت بتاكليها كده تحسوا بيها. انا ايه خلاص هي كده خلاص خلصت، انا هاخدها وهصفي ميتها واغسلها بميه شويه بس ايه من تحت الحنفيه عشان ايه ما تتهريش. استنوني هنا خلاص حضراتكم الفاصوليا خلاص استوت، ولا هي طريت قوي ولا هي بقت ناشفه قوي. هنخلط عليها الصويا صوص، عايزين ننقعها فيه شويه عشان كل ما بتتنقع فيه كل ما الفاصوليا كل ما بتقعد كل ما الفاصوليا بتشرب يعني. ثانيه واحده اجيبها هنا كده اهو، بتشرب وبيبقى طعمها حلو قوي بعكس ما هي ايه بتفضل بترشوا عليها كده. لا يعني اللي عاوز يخليها، اللي ما بيحبش الطعم يبقى قوي خلاص اوكي. فهنسيبها كده دقيقتين وبعد كده او ممكن قبل التقديم تسيبوها في قلب يعني الخليط ده وبعد كده تقدمه. هنرص كده زي ما حضراتكم شايفين، نحط بقى شوية ايه فول سوداني والحركات الحلوة دي بتاعت اسيا بقى والحاجات الجميلة دي. وعلى فكرة معظم الاكل بتاعهم صحي لانه بيبقى مش مستوي قوي زي ما احنا عندنا في العادات بتاعتنا نسوي ونحط الاكل على النار مش عارف ايه، لا هم عندهم الحاجات دي سريعة وظريفة. بسم الله تمام كده حضراتكم، نحط شوية صوص بقى كده اهو، وخلوا برضك كوباية فيها صوص علشان خاطر اللي عاوز يضيف. وهو ده كان الشكل النهائي لطبق الفاصوليا الخضراء، سلطة الفاصوليا الخضراء بالصويا صوص والسمسم والسوداني. وصدقوني طعمة ولذيذة وجربوها، بصوا حضراتكم حلوة قوي كرانشي وحلوة وبتقرمش كده تحت البق. وعايزين تزودوا سمسم تزودوا سوداني براحتكم. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ولو عجبتكم حضراتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا، السلام عليكم.